SBC كنايه عن ميدل ايست ستودنت برانش كونغرس. هيدا كونغرس نظمته الاي تريبل اي ستودنت برانش السنه. هيدا الكونغرس بينعمل كل سنتين, بينعمل كومبيتيشن ديورينج الكونغرس. الستودنت برانش اللي بتربح الكومبيتيشن بعد سنتين ترجع تعمل ام اي اس بي سي عنه. هلا هيدا الايفنت عادة اللي بيصير فيه انه هدفه انه يجمع الطلاب يلي جايين من عدة محلات بالعالم وخاصة من الميدل ايست ريجن لحتى يتعرفوا على بعضهم, لحتى يكون في تبادل شو اسمه نولج وهيك, وكمان اتس نايس واي انه يتعرفوا على الكالتشرز تبع غير بلاد وهيك. السنة نحن عنا بالـ IEEE AUB Student Branch كان عنا our main sponsors هو FMTV يلي نتشكرهم كتير لأنه دعمونا لحتى خلوا هيدا الإيفنت يكون huge success. أول يوم كان في باربيكيو دينر وين كل الطلاب إجوا بعد ما استقبلناهم على المطار. إجوا على الـ AUB Campus ونعمل باربيكيو دينر live كان prepared by the committee, the organizing committee. كان في مشاوي, هامبرجرز وكل شيء, واكيد بالاخر موسيقى هيك حتى نحمس الجو. Este baile no hay salida, que corre el tiempo.